أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أرسلني أبي أو أخي أن أشتري له الدخان؟ هل أطيعه في ذلك أو أعصيه؟ وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ لا تطيعه، هذا معصية وتعاونا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فشراء الدخان معصية، فلا تطع أحدا ولو كان والدك، لأن هذه معصية والمعصية لا طاعة فيها، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.